بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وفقنا والدينا وذرياتنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين، واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيهول على متن الغاية والتقريب بشرح ابن قاسم الغزي في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. وما زلنا في فروع متعلقة بالطلاق. قرأنا في الاثنين الماضي فصل في حكم طلاق الحر والعبد وغير ذلك، ويملك الزوج الحر على زوجته ولو كانت أمة 3 تطليقات، ويملك العبد عليها 3 تطليقات فقط، حرة كانت الزوجة أو أم، والمبعض والمكاتب والمدبر كالعبد القن، ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به، أي وصل الزوج المستثنى بالمستثنى منه اتصالا عرفيا، لأن يعد في العرف كلاما واحدا. ويشترط أيضا أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين، ولا يكفي التلفظ به من غير نية الاستثناء. ويشترط أيضا عدم استغراق المستثنى منه، فإن استغرقه كان الطالق 3 كأنت طالق 3 إلا 3 بطل الاستثناء. وانتهينا من هذا المبحث اللي هو الطلاق مع الاستثناء في الجلسة الماضية مع الشرح. اليوم ويصح تعليقه، أي الطلاق بالصفة والشرط، يعني يعلق طلاقه على صفة أو على شرط. على صفة مثلا يقول إيه، قد تكون الصفة زمان أو مكان، أو تكون مثلا كأن يقول مثلا إذا دخل شهر رمضان فأنت طالق مثلا، يقول لزوجته كده، أو دي علقها بصفة زمنية، أو مثلا إذا وصلنا الأرض الفلانية أو البلدة الفلانية فأنت طالق، يبقى على مكان معين، أو مثلا يعلقها بصفة متعلقة بها، يقول لها مثلا لو صدقتي في هذه المسألة فأنت طالق، أو لو كذبت علي في هذه المسألة فأنت طالق. يبقى كل دي صفات معلقة، يسموه شرائط طلاق معلق أو بشرط. ولا لو ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق، لو خرجت من غير إذني فأنت طالق، كل دي طلاق معلق بشرط أو بصفة. فهنشوف إيه. ويصح تعليقه، أي الطلاق بالصفة والشرط، كإن دخلت الدار فأنت طالق فتطلق إذا دخلت. احنا هنحاول ايه نقف عند الحتة دي بس، علشان هيخش في موضوع تاني بعد كده اللي هو الطلاق على الأجنبية، فده نبحثه مبحث تاني بعد ما نخلص الجزء. هنا بقى الطلاق المعلق، يبقى احنا عرفنا الطلاق اللي فيه استثناء، أن يقول لها أنت طالقة 3 تطليقات إلا واحدة فتطلق 2، واضح؟ زي ما قلنا الدور اللي فات. أو أنت طالق 3 طلقات إلا 1 فتطلق طلقة واحدة. لكن لو قال أنت طالق 3 إلا 3 يقع 3، ليه؟ لأن إعمال الكلام خير من إبطاله. إن 3 إلا 3 يبقى كلام فارغ، أنا عندنا قاعدة إعمال الكلام أولى من إبطاله، ودي قاعدة أصولية. وبالتالي لما يستغرق المستثنى منه
يلغى، يلغى هي المستثنى. فلو قال لا أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقع ثلاثا بانت منه، لكن لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتان يبقى إيه؟ تطلق واحدة، لأن نقدر هنا ناخد. هنتكلم على الطلاق المعلق اليوم، والتعليق قد يكون بصفة أو بشرط. فبيقول الشيخ البيجوري تعليقا على هذه المسألة قول: ويصح تعليقه أي الطلاق أي قياسا على العتق بالصفة أي من زمان أو مكان أو غيرهما، فتطلق بوجودها. فإذا قال لها أنت طالق في شهر كذا أو في أوله أو رأسه أو غرته أو هلاله، أما يقولها كده وقع الطلاق بأول جزء من الليلة الأولى منه، يعني بمجرد غروب شمس آخر يوم في الشهر هيدخل الشهر الجديد، يبقى بمجرد غروب شمس آخر يوم في الشهر اللي هي فيه ودخول الشهر اللي هو علقه عليه تطلق في الحال بأول جزء من الليل، طالما قال لها إيه؟ أنت طالق في أول أو رأسي أو غرتي أو هلالي شهر كذا، وقع الطلاق بأول جزء من الليلة الأولى منه، أو قال أنت طالق في آخر شهر كذا أو سلخه أو فراغه أو تمامه، وقع الطلاق بآخر جزء منه، وآخر جزء منه برضه هو غروب الشمس نفس الحكاية، لأن بيخلص الشهر ده ويدخل الشهر دي بغروب الشمس. أو أنت طالق في نهار شهر كذا أو في أول يوم منه، طلقت بفجر اليوم الأول منه، طالما قال نهار، النهار يبتدي من إمتى؟ من طلوع الفجر، يبقى طلقت بفجر اليوم الأول منه. أو أنت طالق في أول آخر شهر كذا، أول آخر الشهر، أول آخر الشهر يعني أول يوم في آخر الشهر، يبقى بطلوع فجر آخر يوم، لأن احنا بنعمل كلامه بالظبط، نمسك كده نشوف الراجل قال إيه، أصل في رجالة مخها طائع، وموضوع الطلاق ده بيبين إيه ضعف عقل الرجال حقيقة يعني، لأن بيجي على الفقهاء حاجات غريبة، يعني كل الصور اللي بيقولها الشيخ بيقول دي حاجات جات له أسئلة وقعت، فبيقول إزاي تجاوب فيه؟ مش هو بيفترضها؟ لا ده هم كانوا عايشينها، فالرجالة ساعات تقول كلام غريب الشكل. فيقول لها مثلا أنت طالق في أول آخر شهر كذا، فتقول أول آخر الشهر، أول آخر الشهر يبقى أول نهار، واخد بالك، أول يوم في آخر، أول جزء في في إيه، في اليوم الأخير من الشهر، هتبقى إيه؟ هتبقى بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس اليوم قبل الأخير. لو قالها في أول نهاري آخري يبقى مع طلوع الفجر، وهكذا نشوف هو بيقول إيه ونمشي ورا كلامه الأهبل، وهم بيستهبلوا الرجالة في المسألة دي. أو أنت طالق في أول آخر شهر كذا، طلقت بأول اليوم الأخير منه لأنه أول آخره. أو أنت طالق في آخر أوله، طلقت بآخر اليوم الأول منه لأنه آخر أوله. أو أنت طالق في نصف شهر كذا، طلقت بغروب خامس عشره وإن نقص الشهر. أنت عارف إن الشهر العربي ساعات يبقى إيه؟ 29 يوم. فيقول لك لا، لو قال لها في نصف شهر كذا هنعتبره 30 على طول، فيبقى إيه؟ بغروب الشمس ودخول غروب شمس يوم 15، خدت بالك؟ تطلق على طول. أو أنت طالق في نصف شهر كذا، طلقت بغروب خامس عشره وإن نقص الشهر. أو في نصف نصفه الأول، شفت بقى إيه الاستهبال، هيبتدي بقى الرجالة تستهبل، يقول لا أنت طالق في نصف نصفه الأول، طلقت بطلوع فجر الثامن لأن نصف نصفه سبع ليالي ونصف ليلة وسبعة أيام ونصف يوم،
والليل سابق النهار، فأخذنا نصف الليلة الثامنة الذي كان يستحق النصف الثاني، وأعطينا للنصف الأول كما أخذنا نصف اليوم الثامن الذي كان يستحق النصف الأول وأعطيناه للنصف الثاني، فقابلنا نصف ليلة بنصف يوم، وصار ثماني ليالي وسبعة أيام نصفا، وسبع ليالي وثمانية أيام نصفا آخر. ولو علق بما بين الليل والنهار تلقت بالغروب، إن علق نهارا وبالفجر إن علق ليلا. قال لها إيه؟ لما يجتمع الليل والنهار أنت طالب. قال الكلام ده في النهار يبقى تطلق بغروب الشمس، قال الكلام ده بالليل يبقى تطلق بطلوع الفجر، واخد بالك؟ لأن ما بيجتمعش الليل والنهار إلا في اللحظتين، لأن كل منهما عبارة عن مجموع جزء من الليل وجزء من النهار، إذ لا فاصل في الحقيقة بينهما. ومن التعليق بالصفة ما لو قال أنت طالق طلقة حسنة، أو طلاقا سنيا، أو طلقة قبيحة، أو طلاقا بدعيا، وليست في حال سنة في الأول ولا في حال بدعة في الثاني فتطلق إذا وجدت الصفة فيهما. يعني قال لها أنت طالق طلقة سنية، فإن كانت في طهر لم يمسها في وقع في الحال، فإن كان في أثناء حيضها تطلق لما تطهر من حيضك، بلك طالما قال لها أنت طالق طلقة سنية. لو قال لها أنت طالق طلقة بدعية أو طلقة قبيحة، إن كانت حائض وقع الطلاق في الحال، وإن كانت في طهر مسها فيه وقع في الحال، واضح؟ لأن ده طلاق قبيح. بخلاف ما إذا كانت في وقت سنة في الأول، لما قال لها أنت طالق أو بدعة في الثاني فإنها تطلق في الحال، وعلم من ذلك كل أن التعليق في الصفة معنوي، لأنه لم يأتي فيه بأداة تعليق. يبقى إيه بعد كده؟ خلصنا احنا التعليق بالصفة، نخش بقى في التعليق بالشرط. وده المشهور، المشهور معظم الرجال دلوقتي يطلع مراته على شرط معين، يقول لها لو رحت الشغل تبقي طالق، لو عملت جمية تبقي طالق، لو جبت العيش من عند التاجر الفلاني تبقي مش عارف ايه، حاجات كلها فارغة، ويعلقها على كلام فارغ، فده شرط فارغ، واخد بالك؟ فده ده المشهور دلوقتي. والشرط بالجر عطفا على الصفة، ايوه يصح تعليقه بالشرط، كأن يعلق بأداة من أدوات الشرط، كما أشار إليه الشارح بقوله كإن دخلت الدار إلى آخره. وعلم من هذا أن التعليق بالشرط لفظي، لأنه أتى فيه بأداة التعليق، فقد ظهر الفرق بين التعليق بالصفة، لأنه ملوش أداة، التعليق بالصفة ملوش أداة، أما التعليق بالشرط ليه أدوات الشرط معروفة، وبين التعليق بالشرط وأدوات التعليق تقتضي الفور في النفي، إلا إن فإنها للتراخي. أدوات التعليق تقتضي الفور في النفي إلا إن فإنها للتراخي، ولا تقتضين فورا في الإثبات، ولا تقتضين فورا في الإثبات إلا إذا وإن مع المآل، أو شئت أو شئتي خطابا كأن قال، تفهمها في الأمثلة عليه، كأن قال إذا أعطيتني ألفا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق. يبقى هنا تطلق إيه؟ في المآل، يعني لما تديله الألف تطلق. وكذا إن قال إذا ضمنت لي ألفا أو إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق، أو قال إذا شئت أو إن شئت فأنت طالق، فلا تطلق إلا إن أعطته الألف أو ضمنته له أو شاءت فورا
لأنه تمليك على الصحيح. يبقى كأنه الشرط ده في نوع من التمليك اللي هو يكون في الحال أو في المآل. أما يكون حال في الحال أو المآل ده غالبا تمليك، كأنه بيملكها عصمتها في يده. لو فعلت الشرط يضح الطلاق، لا لو أعطيتني كذا أو لو نزلتي أو إذا أكلت الأكلة الفلانية، فلما تحب تطلب تروح تأكل الأكلة الفلانية. يعني كأنه يقول لها إذا شئت، إن شئت، فإذا شاءت يقع، متى فعلت ما تشاء. فده يعتبر إيه؟ على الفور، لأنه تمليك على الصحيح، بخلاف متى شئت فأنت طالب، فمتى شاءت طلقت ولا تقتلي تكرارا. بل إن وجد المعلق عليه مرة واحدة من غير نسيان ولا إكراه ولا جهل انحلت اليمين إلا في كلما. يعني لو قال لها إيه؟ إذا خرجت بغير إذني فأنت طالق. راحت خرجت بغير إذن، طلقت مرة، يرجعها تاني خلاص. خدت بالك؟ يعني تقع مرة واحدة ولو أن يردها. لكن لو قال لها كلما خرجت بغير إذني فأنت طالق، يبقى كل ما تخرج من غير إذنه تطلق. فهمت؟ لكن لو قال لها إذا خرجت بغير إذني ففعلتها مرة واحدة، إذا لا تقتضي التكرار. فهمت؟ ما تحتاجش بقى إنها كل ما تيجي تخرج من غير إذنه تطلق المرة الطلقة الثانية والطلقة الثالثة وبعد كده ما يعرفش يردها. لا. إلا كلما، كلما هي دي. أو مهما. كلما ومهما. لا مهما فعلت كذا فأنت طالق، يبقى كل ما تعمل الحكاية دي نفس الحكاية. فإلا كل إلا في كلما فإنها تفيد التكرار، ولذلك قال بعضهم أدوات التعليق في النفي للفور سوى إن وفي الثبوت رأوها. للتراخي، يبقى أدوات التعليق في النفي للفور سوى إن، بس هي دي اللي ما إيه في النفي ما تبقاش للفور. وفي الثبوت رأوها للتراخي، لما تيجي مثبتة يعني غير منفية تبقى إلا إذا، إلا إذا إن مع المآل يعني إن كانت مع المآل، يعني إلا إن مع المآل يعني حاجة في المستقبل. وشئت وكلما كرروها، كلما بقى تبقى مكررة. وقد سأل بعضهم ابن الورد بقوله أدوات التعليق تخفى علينا، هل لكم ضابط لكشف غطاها؟ فأجابوا بقول كلما للتكرار وهي ومهما، إن إذا ما أي متى معناها، للتراخي مع الثبوت إذا لم يكن معها، إن شئت أو أعطاها أو ضمان، والكل في جانب النفي لفور إلا إن فذا في سواه. وخرج بقولنا من غير نسيان ولا إكراه ولا جهل، ما لو فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا يقع الطلاق، لأن أنت عارف النسيان ما ينبنيش عليه حكم والإكراه لا ينبني عليه حكم. يعني ألا إذا خرجت بغير إذني فأنت طالق، فخرجت ناسية كانت ناسية الحكاية، أو خرجت مكرهة واحد أكرهها للخروج، ففي الحالة دي لا يقع الطلاق. واخد بالك؟ لابد إنها تبقى ذاكرة أو عالمة ومختارة. واضح؟ لكن اليمين منعقدة، فلو فعله بعد ذلك عامدا عالما مختارا حنث، ولو حلف أن غيره لا يفعل كذا فإن فعله عامدا عالما وقع مطلقا، وإن فعله ناسيا أو جاهلا. فإن كان يبالي بحنث الحالف بحيث يشق عليه طلاق زوجته ويحزن له لصداقة أو نحوها لم يقع. يعني لو واحد قال لواحد صديقه لو لم تأتني اليوم الساعة كذا زوجتي طالق، فأم نسي الميعاد ما جاش نسيانا
لا يقع الطلاق. واضح؟ ليه؟ لأن ده صديق يحزنه إنك تطلق زوجتك. لكن لو كان واحد ما يعرفكش نسي ما نسي يقع الطلاق. فهمت الفرق بقى في الحتة دي في المسألة دي؟ نقراها تاني عشان تاخد بالك. ولو حلف أن غيره لا يفعل كذا فإن فعله عامدا عالما وقع مطلقا وقع مطلقا، وإن فعله ناسيا أو جاهلا. نفرق. لو كان يبالي بحنس الحالف عشان بينهم صداقة أو معرفة أو قرابة، لو فعله ناسيا لا يقع. وإن كان لا يبالي بذلك وقع، والراجح أن الزوجة من شأنها أنها تبالي بحنس زوجها، فإن فعلت المحلوف عليه ناسية أو جاهلة لم يقع، وإن لم تبالي بالفعل نظرا للشأن. وقيل يجري فيها تفصيل الأجنبي، وعلم من كون غير كلما لا يفيد التكرار، أنه إذا قال إن خرجت من غير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بغير إذنه طلقت، أو خرجت مرة بإذنه لم تطلق، وإن لم تعلم بالإذن، حتى لو خرجت بعد ذلك بغير إذن لم يقع عليه شيء لانحلال اليمين بالخروج أول مرة بإذنه، بخلاف ما لو قال كلما خرجت من غير إذني فأنت طالق، فكلما خرجت من غير إذنه طلقت، فتطلق ثلاثا بخروجها ثلاث مرات من غير إذن. ولو أخبرها شخص بأنه أذن لها فخرجت لم يقع الطلاق، وإن تبين كذب المخبر لعذرها. ولو قال علي الطلاق، يعني لو قال لزوجته لو خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم جاء واحد أخبرها قال لها أن زوجك غير تعليقه واعتبر أن هذا يمين فكفر عنه، فراحت خارجة، طلع أن هو لا ما غيرش ولا حاجة، محنث لا تطلق. ليه؟ لعذرها بإخبار المخبر. ولو قال عليه الطلاق بالثلاث، إن رحت بيت أبيك فأنت طالق. خد بالك من المسألة دي، لأن الإمام مش شاب الرملي وأبوه كل واحد قال فتوى شكل في المسألة دي. يعني المصريين شوف من زمان ملوخين الفقهاء، أيام الإمام الرملي في القرن الثامن يعني عاملين عمايل وحشة. ولو قال عليه الطلاق بالثلاثة إن رحت بيت أبيك فأنت طالق، فعند الشاب الرملي يقع الثلاث عند وجود الصفة عملا بأول الصيغة. مش قال عليه الطلاق الثلاث، أول الصيغة قال الثلاث، آخر الصيغة قال فأنت طالق. فهم؟ فعملا بأول الصيغة تبقى طلقت ثلاثة، طب وعملا بآخر الصيغة تبقى طلقت مرة واحدة. ها؟ أيوة. فبيقول ولو قال علي الطلاق بالثلاث إن رحت بيت أبيك فأنت طالق، فعند الشهاب الرملي يقع الثلاث عند وجود الصفة عملا بأول الصيغة، وعند الشمس الرملي اللي هو أبوه يقع طلقة واحدة عملا بآخرها، لأن الأول قسم، اعتبروا أن عليه الطلاق بالثلاث ده كأنه بيقول والله العظيم، فما التفتش ليه، اعتبر أن الأول ده قسم، وكلمة فأنت طالق في الآخر دي تبقى طلقة طلقة واحدة، لأن الأول قسم وكل معتمد. على فكرة الفتوتين معتمدتين، يعني محدش مرجح بينهم، يعني الفتوتين معتمدتين، حتى إن بعض الأشياخ كان يقول نحن مع الدراهم كثرة وقلة، واعلم أن التعليق بمشيئة الله يمنع لا إن شاء الله أنت طالق، أو أنت طالق إن شاء الله، علقها بالمشيئة، لا تطلق إن علقها بالمشيئة وقصد بالمشيئة، لأن الله يبغض الطلاق فلا تطلق. لكن لو قال إن شاء الله دي كلمة بركة، كل كلامه يقول لك دي إن شاء الله تطلق على طول، لأنه يقصد التبرك باللفظ لا يقصد التعليق. فهمت؟ في واحد كده عنده كلمة إن شاء الله دي لازمة في كلامه، اسمك إيه؟ يقول لك محمد إن شاء الله، مع ان ما لهاش علاقه، يعني ان شاء الله انه اسمه محمد، يعني خدت بالك، لكن
يعني في ناس كلمة إن شاء الله دي تلاقيها على لسانه على طول، فلو كانت على لسانه على طول وطبعه كده ولا يقصد التعليق والتقييد يقع الطلاق. إنما لو بيقول إن شاء الله تبركا، تبركا فقط، لو قصد التعليق بها لا يقع، لكن لو قولها تبركا أو على سبيل اللازمة يقع الطلاق. واضح؟ زي بالظبط في عقود البيع احنا قلنا كده، اما تيجي تقول له اشتري منك هذه السياره يقول لك موافق ان شاء الله، هل يقع عقد البيع كده تم ولا ما تمش؟ نفس الحكايه، لو كان بيقولها على سبيل التبرك يبقى يقع عقد البيع تم، ولو كان بيقولها على سبيل يقصد التعليق بها يبقى كما تمش حاجه، كانه ايه سيبها للمشيئه بقى، يعني مش موافق الوقت، يعني اديني فرصه فك تعمل كده، واخد بالك؟ فلو قال انت طالق ان شاء الله او ان لم يشأ الله او الا ان يشاء الله وقصد التعليق بالمشيئه او عدمها، يعني قصد التعليق او لم يقصد شيء، لم يقع الطلاق، لان المعلق عليه من مشيئه الله او عدمها غير معلوم. فإن لم يقصد التعليق بالمشيئة بأن أطلق أو قصد التبرك أو سبق إليها لسانه لتعوده بها كما هو الأدب وقع، وكذا لو لم يعلم هل قصد التعليق بالمشيئة أم لا، ولو قال يا طالق إن شاء الله وقع الطلاق في الأصح نظرا لصورة النداء، هو قال لها يا طالق يعني خلاص هي متلبسة بالطلاق، وبعدين قال إن شاء الله في الآخر، واخد بالك؟ وقع في الأصح، يعني مقابل الأصح علقه بالمشيئة، وقال ما يقعش، واللي غير مقابل الأصح علقه بصيغة النداء، إن هو جعلها موصوفة بهذا الفعل قبل المشيئة. واضح؟ فتلبست به قبل، فجاءت المشيئة على واحدة مطلقة، مش على زوجة، يعني لم تجد زوجة أصلاً. فهمت؟ دي طريقة تفكير الفقهاء يعني. عشان كده فيها وجهين. ولو قال يا طالب إن شاء الله وقع الطلاق في الأصح نظرا لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق، والحاصل لا يعلق، والحاصل لا يعلق، يعني حصل الطلاق، أما لا يا طالب يبقى حصل الطلاق، وما فيش بقى الحاجة اللي حاصلة ما تبقاش معلقة لأنها حصلت. وكذا يمنع التعليق بالمشيئة سائر العقود والحلول كالبيع والإيجار والإقرار والعتق إن قصد التعليق، بخلاف ما إذا لم يقصد التعليق بأن أطلق أو قصد التبرك أو سبق إلي لسانه مثل ما مر، يعني كل ده تجربة في باقي العقود ده. فقول المحشي يمنع كل عقد وحل ما لم يقصد به التبرك صوابه إن قصد التعليق، لأن عدم قصد التبرك يصدق بصورة الإطلاق وسبق اللسان، فمقتضى أنه عند ذلك يمنع كل عقد وحل، وليس كذلك بل لا يمنعه إلا إن قصد التعليق. نعم، العبادة كنية وضوء وغسل وصلاة وصوم يضر فيها الإطلاق كقصد التعليق، بخلاف قصد التبرك. نعم، يضر فيها الإطلاق، يعني أنت لو قلت نويت الصلاة الله أكبر دي نية تنعقد بها حاجة، تنعقد بها العشاء، لازم القصد والتعيين والفرضية، فلو أطلق كده تضر. نويت الوضوء وما قالش فرض الوضوء، واخد بالك؟ لو قال نويت الوضوء، ده دي كلها تفاصيل عند الشافعية، خد بالك الأحناف ما يقولوش كده، واخد بالك؟ في مذهبنا لو قال نويت الوضوء وتوضأ أطلق كده، ما قالش رفع الحدث ولا إيه فرض الوضوء ولا الحاجات دي كلها، أطلق ومطلقا إن كان تجديد وضوء صح بالوضوء الأول، إذا كانت دي نية في كتف التجديد يصلي وما فيش مشكلة لأن هو متوضي بالوضوء الأول بنية صحيح، واضح؟ لكن لو كان عنده حدث وقال نويت الوضوء تشتبه، هل الوضوء ده تجديد والتجديد لا يرفع الحدث ولا ده فرض وضوء وهو يرفع الحدث؟ لابد من ايه؟ من عدم الاطلاق حتى يميز.
بين الوضوء الذي يرفع الحدث والوضوء الذي لا يرفع الحدث، واضح؟ وكذا في الغسل، نقول نويت الغسل، طب ما الغسل ده يحتمل للتبرد، يحتمل للنظافة، ويحتمل لرفع جنابة، ويحتمل لغسل جمعة، يحتمل حاجات كتير. فما ينفعش يبقى جنب ويقول نويت الغسل كده ويسكت، هيقول فرض الغسل بقى، وتبقى علشان يرفع الحدث. كل دي تفاصيل. يعني الإطلاق يضر حتى في بعض العبادات زي نية الوضوء، بيدي لك يعني المثال هنا. كقصد التعليق بخلاف قصد التبرك وسبق اللسان. والحاصل أن قصد التعليق يمنع في الجميع، وكل من قصد التبرك وسبق اللسان لا يمنع في الجميع، وأما الإطلاق فيمنع في العبادة وهو كقصد التعليق ولا يمنع في غيرها. يعني قال إيه؟ نويت الوضوء إن شاء الله وأطلق، لا يقصد بها التبرك ولا يقصد بها التعليق، ده قالها كده مطلقة، هنا يضر. فهو كقصد التعليق ولا يمنع في غيرها من الطلاق وسائر العقود والحلول، فهو كقصد التبرك وسبق اللسان. ولو علق بمستحيل إثباتا، سواء كان مستحيلا عقلا، كان قال إن جمع بين النقيضين فأنت طالق، يعني يقول لها لو إيه، لو اجتمع البياض والسواد أنت طالق، لو اجتمع الوجود والعدم فأنت طالق، لو كنت موجود في مكانين في وقت واحد فأنت طالق. كل دي حاجات مستحيل عقله، واخد بالك؟ زي ايه؟ كان ولو علق بمستحيل إثباتا، يعني غير منفي، سواء كان مستحيلا عقلا، مستحيل عقلي زي اجتماع النقيضين أو تحصيل الحاصل، كأن قال إن جمع بين النقيضين فأنت طالق، أو شرعا كأن قال إن نسخ الله صوم رمضان فأنت طالق، أو ده مستحيل شرعي، ليه؟ لأن تم الشرع وخلاص وما فيش نبي بعد نبيين، فلا يتصور نسخ صوم رمضان فأنت طالق. أو عادة كأن قال إن صعدت السماء فأنت طالق، أيام الإمام البيجوري كانوش يصعدوا للسماء، كان مستحيل عادي، إنما الوقت لو قالها لو ركبت الطيارة تطلق، كده ما بقاش مستحيل عادي، تبقى تسافر بالسفينة بقى والباخرة، ما تسافرش بالطيارة. كأن قال إن صعدت السماء فأنت طالق، لم يقع الطلاق لعدم وجود الصفة المعلق عليه، واليمين منعقدة، فعدم وقوع الطلاق لا يقتضي عدم انعقاد اليمين، ويترتب على ذلك أنه لو حلف بالله أنه لا يحلف حنث بما تقدم. يعني واحد حلف بالله والله العظيم لن أحلف بعد ذلك، ثم قال لزوجته إيه؟ لو فعلت كذا فأنت طالق، واخد بالك؟ وكان هذا الأمر معلق بمستحيل انعقد اليمين ويعتبر يمين، يبقى حنث في يمينه الأول إنه ولا يحلف، واضح؟ ويترتب على ذلك أنه لو حلف بلا ألا يحلف حنث بما تقدم، لأنها يمين منعقدة، بخلاف ما إذا علق بمستحيل نفيا، كأن قال إن لم تصعد السماء فأنت طالق، فإنه يقع الطلاق إيه؟ حالا، كما في مسألة الهون على المعتمد كما تقدم. اللي هو الهون ده يقول ايه يعني اضربك بالهون من غير ما اكسر دماغك او حاجه من هذا، ده برضه مستحيل عاده. الهون ده كان زي انتوا عارفين الهون، في اجيال هتطلع ما تعرفش الهون، ولا لما في اجيال هتطلع ما تعرفش الاف. ده كان معايا دكتور امتياز بيقول مره ايه انت ماشي زي الافه، فبيقول يعني ايه افه يا دكتور؟ قال انا ما اعرفش افه. واد متربي طول عمره بقى في الزمالك وياخدوه المدرسه ويطلع من المدرسه على الكليه، ما راحش السوق عمره، ما يعرفش القفه نعمل له ايه؟ قلت له دي شنطه كده ليها ودنين تتعمل من الخوص داخله ببعضها كده اسمها خف، يحطوها الناس على كتفهم، يحط فيها ساعات بط وز، يا كانه يعني جاي من الهرم ولا جاي من
من القمر، ففيه الظاهر ايه مرادفات هتموت بمرور الزمن، زي ايه؟ زي الزلع. في ناس ما شافتش الزلعه دي اللي كانت تمسكها الفلاحه زمان وتملاها من الترعه وتحطها كده وتقول لك ايه ماشيه بتتدلع تملى القلل، يقول لك يعني ايه قلل؟ ما اعرفش القلل، هو عارف الازازه والحاجات دي، فيعني الله اعلم. كما في مساله الهون على المعتمد كما تقدم، ولو قال ان طلقتك فانت طالق قبله ثلاثا فطلقها وقع المنجز على الراجح، ولا يقع معه المعلق للدور. الا لو طلعتك تبقي طالق ثلاثا في دور. ليه؟ لان لو طلقت ثلاثا بانت منه فلا يقع الاول. فهمتني ازاي؟ يبقى في حاجه اسمها الدور يمنع وقوع الاول، فيبقى ايه؟ نطلقها قبل ما تبقى، لان فان طلقتك فانت طالق ثلاثا، فهي طلقت خلاص، يبقى هيطلق ليه التاني؟ لأنه لو وقع المعلق وهو الطلاق الثلاث لم يقع المنجز، لأنه زائد على عدد الطلاق، وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق، فأدى وقوع إلى عدم وقوعه. يعني لا، إن طلقتك فأنت طالق ثلاثة. لو قلنا إن الطلاق الثلاث يمنع الأول، واخد بالك إزاي؟ فهو لا يقع إلا إذا وقع الأول، ووقوعه يمنع وقوع الأول، ووقوع الأول أيضا يمنع وقوع الثاني، فده يسموه الدور، اللي هو يعني كأنه الدور ده يشبه بالظبط اجتماع النقيضين. فطالما يؤدي إلى اجتماع النقيضين يبقى ما ينفعش. لا، هيوقع باللفظ الأول. هيقول شوف هنا بيقول إيه؟ فأنت طالق قبله فطلق وقع المنجز على الراجح، المنجز اللي هو إيه؟ اللي هو الأول. ولا يقع معه المعلق عليه، يعني اللي هو إيه؟ الدور. للدور، لأنه لو وقع المعلق وهو الطلاق الثلاث لم يقع المنجز، لأنه زائد على عدد الطلاق، وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق، فأدى وقوعه إلى عدم وقوعه. وقيل لا يقع شيء، قيل ده رأي إيه؟ ضعيف، وجه ضعيف يعني، لأن وقوع المنجز يقتضي وقوع المعلق، ووقوع المعلق يقتضي عدم وقوع المنجز، وهذه المسألة تسمى السريجية، لأنها اتعرجت على إيه؟ ابن سريج، فسموها السريجية، لأنها نسبت لابن سريج وجرى عليه كثير من الأصحاب، لكن الأول هو ما صححه الشيخان. الشيخان اللي هو مين؟ الرافعي والنووي كده بقى. لكن الأول اللي هو يقع المنجز يعني، هو ما صححه الشيخان، وقال الشيخ عز الدين لا يجوز التقليد في عدم الوقوع لما قاله ابن الصباغ من أن ابن سريج برئ مما نسب إليه فيها. قوله كإن دخلت الدار فأنت طالق، ولو قال إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمت حائطا وهو يسمع، ولو بقصد زيد لم يحنث في أصح الوجهين لأنها لم تكلمه. يعني ألا لو كلمت مثلا أبوك فأنت طالق، فوقفت بينها وبين أبوها حائط وتكلمت تقصد إسماع أبيها، يبقى لم يحنث حتى لو قصدت، لأنها لم توجه الكلام له. واضح؟ في أصح الوجهين، خد بالك، يعني في وجه تاني قال لك طالما قصدت اسماعه فكلمته، الوجه التاني لأنها لم تكلمه. ولو قال إن كلمت رجلا فأنت طالق فكلمت أباها أو نحو من محارمها طالق، لأنها كلمت رجلا، إلا إذا كان أبوها مش راجل، وده طبعا مستحيل عادة، فلازم يكون أبوها راجل علشان يخلفها. في أوروبا بقى بيعملوا الوقت إيه؟ بيغيروا الجنس، يلعبوا في نفسهم، يبقى إيه راجل وخلف مثلا عيل، وبعدين بعد كده راح عمل عمليات تغيير جنس وقعد ياخد في هرمونات وبقى ست، فيبقى إيه؟ صار أبا له لما أنجبه، ولما الواد كبر لا أبوه
واحدة ست، مش أم واحدة ست، أبوه ست، لخبطة. أصل العينين بيعكوا في نفسهم عك جامد في أوروبا، درجة واحد في إيطاليا صمم إنه يحمل. اشمعنى الستات بتحمل؟ وراح للدكاترة وقعد، وفعلا قالوا له بويضة مخصبة بحيوان منوي وزرعوه جوه تجويف بطنه، وقعد بقى يحمل ويتوحم ويكبر وبتاع، وبعدين ولدوه في الآخر والعيل نزل مات على طول. بس اسمه حمل بقى، حمل. اشمعنى الستات تولد وهو لا؟ وطبعا ولدوه قيصرية من بطنه لأنه ملوش إيه فرج ينزل منه العيل. يعني قاعدين بيعكوا عشان تعرف إن الشرع الشريف ده يعني ضبط عقولنا، وإلا كنا قعدنا نعك عك كبير. الحمد لله على دين الإسلام. ولو قال إن كلمت رجلا فأنت طالق فكلمت أباها أو نحوه من محارمها حتى ابنها لما يكبر ويبقى راجل وتكلمه ده يقعد طلق. طب لا كده، ها؟ لا يقصد رجلا غيري. طلقت لأنها كلمت رجلا، فإن قال قصدت منعها من مكالمة الأجانب قبل منه ولم تطلق. افرض كلمت أبوها، قال أنا ما كانش قصدي إنها يعني أبوها، أنا قصدي يعني راجل أجنبي غريب عن العيلة، دي صدقه وما تطلقهاش. ما احنا بنتلكك مش عايزين نطلقه. أصلا الفقيه مش عايز، مش متشوف للتطليق أساسا. لكن الرجالة مخها تعبها. قول والطلاق لا يقع إلا على زوجة، دي هنا بقى إيه؟ موضوع تاني. بيقول لا يقع الطلاق قبل النكاح، فلا يصح طلاق الأجنبية تنجيزا كقولي لها طلقتك، ولا تعليقا كقولي لها إن تزوجتك فأنت طالق، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق. كويس، نخلص الحتة دي بالمرة النهاردة. يعني واحد بيقول إيه لجارته، هو لسه لا خطبها ولا حاجة، بيقول لها لو تزوجتك فأنت طالق، ومرت الايام وراح خطبها واتجوزها، تطلق ولا لا تطلق؟ او قال لو تزوجت فلانه فهي طالق، وراح تزوج هذه الفلانه اللي عينها، فهل تطلق ولا لا؟ لا يقع الطلاق على الراجح، ان كان الملكيه عندهم يقع. مذهب الملكيه يقع طالما عينها. بس يقع رجعي يعني، ويردها، ويبقى كده متجوزها بطلقتين بس، مش واخدها بثلاثه، لان هو مطلقها قبل ما يتجوزها. على مذهب الملكية. بس الشافعية لا يوقعوا الطلاق. ليه؟ لأنها لم تجد محلا، هذا التعليق لا يجد محلا، لأن هي ليست محل للطلاق. يشترط أن المحل يكون صالح لإيقاع الفعل، وهي قبل أن تكون زوجة له غير صالحة لإيقاع فعل الطلاق عليه. ده رأي الشافعية، وإن كان الملكية يعني لهم رأي مخالف. قوله لا يقع الطلاق قبل النكاح أي تنجيزا أو تعليقا، كما قاله الشارح خلافا لمن جعل التعليق ليس داخلا في كلام المصنف، لأن كلامه في الوقوع لا في التعليق، فكان الأولى والأنسب جعل التعليق مسألة مستقلة. نعم كلام المصنف ظاهر في المنجز، كأن قال للأجنبية، المقصود بالأجنبية هنا اللي هي غير زوجة له يعني، أنت طالق. وأما في المعلق فالمعنى أنه لا يقع بعد النكاح الطلاق المعلق قبل النكاح، وهو بعيد من كلام المصنف. قال المحشي وفيه نظر، لأنه داخل في عموم قول المصنف، ويصح تعليقه بالصفة والشرط، أي فيكون التعليق في ذلك مرادا، بل قصره الشيخ الخطيب على المعلق، وحينئذ يكون التعليق في ذلك مستثنى من صحة التعليق بالصفة والشرط، لأن هذا التعليق لا يصح. فتأمل قوله فلا يصح طلاق الأجنبية تفريع على عدم صحة طلاق الطلاق قبل النكاح، وقوله تنجيزا أي طلاق تنجيز، أو طلاقا منجزا. يعني إيه؟ يعني منافس في الحال، المنجز يعني النافس في الحال. وقول ولا تعليقا المعلق اللي هو إيه، على شرط أو على صفة كما ذكرنا، عطف على تنجيزا. وقوله كقوله أي الشخص المعلق، ولا تقل أي الزوج كما قد يتوهمه، لأن هنا ما تزوجش، ده شخص، ما تقولش زوج لأن دي أجنبية.
كقوله أي الشخص المعلق، ولا تقل أي الزوج كما قد يتوهم من لم يتأمل، لأن فرض المسألة أنه قبل النكاح. وقوله لها أي للأجنبية، إن تزوجتك فأنت طالق، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق، وكذا لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فإذا تزوج لم يقع الطلاق في المعينة ولا غيرها. وإذا حكم حاكم بوقوعه فللشافعي نقضه، يعني افرض راح لقاضي ملكي هيحكم بوقوع الطلاق، فيجي الشافعي ينقضه ويروح للقاضي الشافعي، خدت بالك؟ وإذا حكم حاكم بوقوعه فللشافعي نقضه، قيل مطلقا وقيل له نقضه قبل نكاحها لا بعده. أيوه. يجوز. يجوز لأنه كله صحيح، لأنه على فكرة القول بتاع الشافعية ده هو قول للإمام مالك غير مشهور قال به، بس المشهور عند المالكية أنه يقع. ده لو قال مثلا كلما تزوجت امرأة فهي طالق، فكل ما يعقد عقد على واحدة تطلق منه، فما يعرفش يتجوز، ده على مذهب مين؟ مالكية. ونقف على الأربع اللي هم إيه لا يقع طلقهم، نقراهم المرة الجاية إن شاء الله مع بعض أحكام الرجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.